أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد شرك اسمه شرك المعاصي، وهو كما في قوله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هل يفهم من هذه الآية بأن الإنسان ربما يتخذ إله فيقع في الشرك؟ نعم، اتباع الهوى هذا شرك، شرك لأنه اتخذه إلها، والذي يتخذ إلها معناه أشرك بالله، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. قل من يسلم من هذا، هو شرك أصغر، وعلى المسلم أن يحذر منه، وأن يقدم ما أوجب الله عليه ولا يتبع هواه، وأن يتبع ما سمع من كلام الله وكلام الرسول، ولو خالف هواه يتبع ما جاء عن الله ورسوله، ولو كان لا يهوى هذا، يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على ما تهواه نفسه. هذا هو المؤمن. نعم.